مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هنشوف مهارات جديدة، هنعمل مع بعض وصفات بسيطة ولطيفة كلها بناء على طلب حضراتكم. احنا الأسبوع ده والأسبوع اللي جاي إن شاء الله هيكون كل الحاجات الخاصة باللانش بوكس والناجتس والحاجات الحلوة عشان الولاد هنعملها بطرق بسيطة واقتصادية. الأسبوعين دول هنبقى شغالين كل الحاجات اللي طلبت مننا من حضراتكم من خلال صفحتي الشخصية الشيف عظيمة حمدي علشان تشوفوها ونقدر ننزلها فيديوز لحضراتكم. النهارده ان شاء الله هنعمل حاجه بالمكرونه. المكرونه لطيفه جدا والولاد بيحبوها جدا، عملنا اصناف كتير بيها وما زلنا لسه هنستكمل مع بعض. لكن النهارده في وصفه شفناها وعجبتني جدا، فكرتها لطيفه، فكره انها تبقى زي المكرونه البيتزا كده. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. هي سهله وبسيطه من المكرونه المسلوقه، تنفع قوي للولاد اللي في كي جي ومرحله الحضانه وفيما فوق لحد شويه في ابتدائي، والله الكبار كمان بيحبوها. عايزه اقول لكم حتى ولادي يعني يحبوا الوصفه دي جدا، لان هي فكره صوص البيتزا وحاجات البيتزا. تعالوا نقول بسم الله ونبداها. عندي اول حاجه اعواد المكرونه، الستكس بتاعه المكرونه هعملها ستكس مكرونه بيتزا. يا ريت نعدل اسمها يا ندى، نخليها ستكس مكرونه بيتزا. عندي مكرونه بنا مسلوقه، ومش مسلوقه بنسبه كبيره، مسلوقه تقريبا 80% وده افضل عشان هي تدخل الفرن برضو تسيح فتبقى يعني ايه ماسكه نفسها. عندي كاتشب او مكان الكاتشب صوص البيتزا اللي احنا عملناه وحضراتكم هتشوفوه ان شاء الله. عملناه من الالف للياء، من اول الطماطم ما اخدناها يعني سلقناها، عملناها كونكاسي وقشرناها وبعدين ضربناها في الخلاط وعملنا كل التبس بتاعتها للي حابب يعملها في البيت. وعندي جبنه موتزاريلا، جبنه تشيدر، اي انواع جبن تحبوها. عندي زيتون، فلفل الوان، وطبعا الاستكس او الاعواد الخشب الخاصه بالشيش طاووق. بصوا بقى المكرونه البنا اهي، خليني كده الاول اقول بسم الله، البس كده الجلوز. انا هعملها بطريقه بسيطه وجميله وافكار الولاد بيحبوها وبيحبوا قوي بقى يشوفوا الحاجات دي كتير 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 على تيك توك، فخلينا ايه يعني ايه نبقى افكارنا زيهم. يعني الاقي مثلا ابني بعت لي لينكات، حبيبي ياسين يقول لي ايه، الاقيه بعت لي لينكات وهو قاعد مثلا في اوضته كده، فابص على اللينك الاقيه كله وصفات سريعه كده، حاجات ناجتس وحاجات سبايسي وحاجات، فافهم ان هو عاوزني اعمل له ده. فمن ضمن الوصفات دي حبيت اشارك حضراتكم بيها. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. بصوا بقى احنا عندنا هنا المكرونه البنه سلقناها، هندخلها كده في الاستكس عادي جدا. هنعمل بقى كام استك كده ساده، نجمعهم بسم الله كانها ايه يعني على حسب انتوا عايزين حجمها قد ايه. انا بقى ممكن ايه ممكن اجي لكم هناك كده، ايه رايكم لحد ما اعمل الاستكس الاول اريحكم حبايب قلبي؟ انا ما احبش اتعبكم ابدا. بصوا بقى هجهز صاج كده حبايبي، صاج كده وهبدا اجمع فيه وانا قدام حضراتكم الايه المكرونه اللي هي البنه دي مسلوقه، ونبدا نحطها كده مع بعض في استكس، نجمع كذا واحد. وهي فكرتها لطيفه والله، حاجات جميله، بس سبحان الله الاجيال اتغيرت. احنا زمان ما كانش الحاجات دي، يعني احنا اخرنا كان كور. انا فاكره كنت بروح الحضانه دي ماما كانت لازم تعملي بتاعه المكرونه قد كده ومعاها كفته وبطاطس محمره وسلطه لازم، ومش ليا لوحدي، ليا وكل الولاد اللي معايا ياكلوا والدادات تاكل وكل الناس تاكل. مهم قوي الكور بتاعه الكفته البانير تنزل في بريدنج بيض وبقسماط، كنت بحبها قوي. بصوا كده هنعمل كده لاستكس كده ظريفه جدا، خلينا نحط واحده كمان. هنبدا نرصهم كده جنب بعض لحد ما نعمل كذا واحد، ونبدا بقى نستغل الصوص. طبعا البدائل بتاعه صوص البيتزا كتيره جدا. طيب لو انا ما عملتوش من الالف للياء من الطماطم زي ما انا قلت لحضراتكم كده، يعني ايه الاصلي بتاعها، ممكن استعيد عنها بالكاتشب، وممكن استعيد عنها بمعلقتين من الصلصه واطعم مع الصلصه دي معلقه سكر، او احط معاها كاتشب برده، واحط عليها اللي هي المنكهات اللي هي ايه عباره عن الريحان والزعتر، وطبعا دول ياخدوا تشويحه الاول في الطاسه مع الزيت الزيتون او الزيت النباتي زي ما حضراتكم تحبوا. وناخد تشويحه كده نتبل او يعني ايه نحمص الحاجات لو هي جافه، ونبدا نعمل ايه صوص تاني سريع. خلاص نقدر نعمل مكان المكرونه دي نعمل التوست، العيش التوست لو انتم مستعجلين مش قادرين تعملوا عجينه بيتزا، تعالوا تعملوا التوست وتحطوا لهم عليه المكونات بتاعه البيتزا، دخلوه الفرن هيطلع ممتاز ورائع. بصوا كل ده بقى هنظبطها كده مع بعض بحاجات لطيفة، هي بس بتتأتراكت الولاد كده يعني ايه تخطف الأنظار وفي نفس الوقت مختلفة.
وبدل ما يشتروا حاجات كتير تبقى ايه مش يعني مش صحيه ليهم. خلينا انا عن نفسي والله سنين العمر الحمد لله بفضل الله ما بحبهمش ان هم يحتاجوا يشتروا حاجه من الكانتين غير العصير لو احتاج زياده او الميه بس. الباقي كله بيبقى واخده بنبقى متفقين. وبعدين معلش الولاد بتزهق، انا عارفه ان الامهات كمان بتتعب لكن الولاد بتزهق، فخلينا دايما معاهم نريحهم لما هم بيبقوا عارفين عايزين ايه وياكلوا ايه بياكلوه. لو هو فرضتوا عليهم حاجه مش حابينها هترجع لكم بيها حتى لو عامله لها فراخ ولحمه مش هتفرق معاهم خالص. فهي في حاجات بسيطه ودايما تبقى الوجبه الرئيسيه الغدا في البيت في حاجه كويسه. اقصى حاجه بنديها لهم الناجتس او الستريبس لما بيحبوها يعني ياكلوها، وحاجات نواشف عشان ما يبهدلوش هدومهم وما ما يبقوش هم معاهم حاجات مختلفه كمان عن زمايلهم. يعني ان ساعات حبايبي في اولاد بتبقى غصب عن مامهاتها ما بتبقاش قادره انها تقوم تعمل لهم الحاجات دي الصبح، فبتبقى بتعتبر ان اللانش بوكس ده سندوتشات جبنه خس خيار حاجات خفيفه يعني مش حاجات تقيله. بصوا بقى الجمال، تعالوا بقى نتكلم. المكرونه دي برضو ليها فوائد، هي اي نعم بتخنا شويه بس ايه بتدينا طاقه لان فيها نسبه كربوهيدرات حلوه وبتحسن عمليه الهضم وكمان بتساعدنا على امتصاص الكالسيوم فبتمنع هشاشه العظام، بتقوي المناعه، بتقلل نسبه السكر الى حد كبير في الدم، بتدي احساس بالشبع للولاد كتير، كل الاطفال بتحبها اساسا. وبعدين مكرونه البني كمان حلوه، بقى في دلوقتي انواع واصناف، شركات تنوعت كتير، ما بقتش غاليه زي زمان ما كنا بننزل نلاقي انواع معينه لانها كانت قليله فكنا بنضطر نشتري الانواع المستورده. دلوقتي الحمد لله في شركات مصريه عامله او مصانع مصريه منزله من المكرونه البني اللي هي الصحيه اللي بالشوفان وبالدقيق القمح وحاجات جميله قوي واسعارها كمان كويسه، منها اللازانيا ومنها المكرونه بكل اشكالها. ان شاء الله مره بقى بس ندخل في الشتاء كده نعمل حلقه مكرونه ونعملها احنا بمكنه المكرونه، طلع منها كذا صنف حلو، طلع منها الوان يعني صحيه بالبنجر والسبانخ بقى الحاجات الحلوه دي اللي ايه المفيده. ما تنسوش بقى تشربوا الولاد كتير من العصاير المفيده، ابعتوا معاهم جزر برتقان، خليهم ما يبقاش كله عصاير معلبه عشان الموضوع ده بجد بيبقى مرهق قوي. خلي العصير المعلب ده لو هم احتاجوا يجيبوه من الكانتين يبقى ساقع في وقته، لو احتاجوا يدعموا بحاجة إيه في العطش يعني في الحر إن برضه هيدخلوا لسه استل لسه في جو حر شوية. بصوا كده خلاص أنا هعمل كمان الستيك ده وبعدين هوريكم بقى هنشكلها إزاي زي البيتزا كده. هي برضه أفكار جميلة. وعايزة أقول لكم كمان المكرونة دي بتدخل في قوالب كده، قوالب الاستانلس دي، عارفين في محل مشهور قوي بيعمل المكرونة دي بنحبها قوي ليها صوص كده حلو، وساعات بتبقى بالكبدة. إحنا إن شاء الله هنعملها بالكبدة عشان دي النوع الوحيد اللي إحنا ما عملناهوش، إن شاء الله هنعملها بالكبدة بصوص حلو مميز ينفع برضو يتاكل. والميزة إن هي ما فيهاش صلصة فالولاد مش هيبهدلوا نفسهم ولا حاجة. هنبدأ بقى لو ممكن يا نودي ننزل صوص البيتزا، يعني لأصدقائنا هنا معانا للي حابب يعمله يبقى يا ريت عشان نبقى إحنا إيه في بديل للكاتشب، في ناس ممكن ما تشتريش الكاتشب وتحب تعمله في البيت، وهو بصراحة في البيت موفر وبيطلع كمية كويسة جدا. احنا عملنا تقريبا 3 طماطميات او 4 وقتها طلعت لنا ما شاء الله حبة حلوين يعني تقريبا شبه لتر يعني. فبتحفظوه في التلاجة بس اقلبوا البرطمان على وشه وحطوا شوية من الزيت واستخدموه على طول. تنفع بقى لانه فيها ريحان وزعتر وروزماري، تنفع كمان تبقى صلصة مكرونة عادية زي ما بتتباع في السوبر ماركت كده. بصوا بقى هاخد بقى القمر ده هعمل عليهم ايه؟ هاخد الاول صلصة البيتزا اللي احنا عاملينها. بصوا بقى اهي ده هنحط هنا كده كأنها بيتزا بالظبط. علشان تبقى دي اول حاجه خلاص. وبعدين بنحط شويه كده هنا كده، كمان نقدر نجفف الطماطم لما يجي بقى الوقت بتاعها جففوها وحطوها في برطمانات كده ازاز مع زيت الزيتون، في منها الشيري توميتو بتتعمل وفي منها الطماطم اللي بنشتريها مجففه، شوفوا بتبقى غاليه ازاي في السوبر ماركت. اقروا على رقم البرطمان هتلاقوه معدي 60 و70 جنيه، مش عارفه ليه بس
يعني احنا نقدر نعمله في البيت، وبجد حاجات حلوه جدا. بره دايما الاردن، بلاد الشام بيعملوا كل حاجاتهم، تركيا كمان بيعملوا كده. بصوا بقى، ادي الصوص، هاخد كده من الجبنه الموتزاريلا، وهاخد الفلفل الالوان، هاخد الاول شويه من الجبنه عشان انا عايزه لما احط مكونات تبدا ايه تلزق في الايه في الجبنه دي كده، شايفين؟ كده طبقة، وبعدين بحط تاني على الوش. بس ايه، الطبقة اللي تحت دي دايما بتخلي كل المكونات تمسك في بعضها، يعني بتدي تيست حلو وتخلي المكونات اللي حضراتكم هتحطوها تمسك ايه في بعض. صوص البيتزا نزل اهو معانا عشان حضراتكم تشوفوه. احنا معانا مين قولولي؟ طيب انا سامعاهم بيتكلموا، ماشي. بصوا كده، صوص البيتزا هو نزل قدام حضراتكم، اللي عايز يطعم بكاتشب يطعم، مش عايز يطعم مكان الكاتشب معلقه سكر، شايفين ازاي؟ حبه نونو كده، حاجات لطيفه قوي. ومعانا زوزو من القاهرة، أهلا وسهلا. صباح خير. صباح الفل عليكي، أهلا وسهلا. تسلم ايدك، ايه الجمال ده؟ الله يخليكي يا فندم، تسلمي. ايه الجمال ده، حاجات جميلة للأطفال والله. الله يخليكي. انت لذيذة وحاجتك جميلة. يا رب يخليكي يا فندم، ما تحرمش. يسلم حالك يا رب، بس عايزين حبة معجنات بقى. من عينينا، احنا عاملين الأسبوع ده والله في حلقتين حلوين قوي معجنات. حلوين قوي. اول معجنات العيش البيتي عملنا والله، عاملين الكايزر، وان شاء الله هنعمل العيش الفينو كمان الاسبوع الجاي باذن الله. ربنا يصلح حالك. تسلمي. انت جميله، انت جميله خالص. الله يسعدك يا فندم، تسلمي لي. تسلمي لي، شكرا جزيلا مدام زوزو، شكرا لحضرتك ولتواصلك معانا حبيبتي، كلك ذوق. بصوا كده اهو، زيتون، الزيتون ده كمان مفيد جدا الاخضر. ويا سلام بقى، احنا موسم الزيتون وهينزل بعدها الكلماطة وانواع الزيتون الاسود، اعملوه في البيت والله رائع، وهتتحكموا في نسبة الملح ومش هيبقى فيه مواد حافظة. طيب، بيقوي صحة القلب وبيحافظ على البشرة وبيحمي من السرطان وبيحافظ على صحة الكبد، بيعالج الانيميا. عايزه اقول لكم الزيتون ده مفيد جدا جدا. تعالوا بقى كده، يلا نحط بقى شويه والتين والزيتون وطول سنين. جميل. في ناس بتنقع التين ده الصبح في زيت زيتون، التينه المجففه، وتاخدها يعني تاكلها على الريق كده. بصوا بقى، خلاص دودنا بقى الجبنه بتاعتنا، ودلوقتي بقى ندخل الفرن. مفيش 10 دقايق، احنا يعني مش محتاجين اكتر من كده. بسم الله الرحمن الرحيم، هندخلها بقى الفرن، حراره 180 على الشبكه في النص، بس يا دوب تدوب الجبنه كده وتسيح، وهتبقى جميله جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو شايفين الجمال؟ بس هنسيبها بقى شويه صغيره، 5 دقائق 10 دقائق وهنطلعها.